نرحب بكل متابعي تلفزيون اليوم السابع في هذه التغطية اللي هنتابع مع حضراتكم فيها حالة الطقس. طبعا مصر بتشهد حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الأيام الماضية، والنهاردة يمكن كان واحد من أكثر الأيام برودة على مصر، ولكن توقعات هيئة الأرصاد بتؤكد أن هيكون في استمرار للأجواء شديدة البرودة في ظل استمرار انخفاض درجات الحرارة، وهيكون طبعا ده بيصاحبه شبورة على الطرق، ويمكن اللي هنشهد فيه انخفاض بعض الشيء هو حدة الأمطار. طقس الخميس بيشهد استمرار انخفاض الحرارة، وهيسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء وبيصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. هيئة الأرصاد الجوية بتؤكد أن الخميس بيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، فضلا عن فرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة. ده هيصاحبه نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. طيب نروح طبعا للأهم وهو درجات الحرارة. بكرة الخميس القاهرة العظمى 15 درجة، يعني جهزوا اللبس الشتوي الثقيل، والصغرى هتنخفض زي ما قدام حضراتكم في العنوان الى 6 درجات، فيعني سكان القاهرة الكبرى هذا تحذير عاجل، كل الملابس الشتوية الثقيلة هي الحل بدءا من الغد. خلونا نروح لاسكندرية، العظمى هتكون 15 والصغرى 9، يعني اسكندرية بكرة افضل حالا عن القاهرة ده على خير العادة. مطروح العظمى 13 درجة والصغرى 8 درجات، وسوهاج العظمى 15 درجة وهتنخفض لأربع درجات مساء، يعني أهل السوهاج تحذير قوي. قنا العظمى 15 درجة وأيضا هتنخفض في الصغرى إلى 5 درجات، وزي ما متعودين طقس الصعيد بيكون في تفاوت كبير في درجات الحرارة بين الدرجات العظمى والصغرى. أسوان العظمى 17 درجة والصغرى 7 درجات. إذا يعني كافة أنحاء الجمهورية بداية من الإسكندرية وحتى جنوب الصعيد يعني درجات الحرارة منخفضة جدا. طيب خلونا نروح لتوقعات الطقس خلال ال 72 ساعة المقبلة. الناس اللي عايزة تعرف إيه اللي هيحصل خلال 72 ساعة المقبلة. من المتوقع إن الطقس هيشهد تحسن تدريجي، يعني بداية بقى من بكرة هنبدأ نشوف بعض التحسن. ويسود طقس بارد نهارا على السواحل الشماليه والوجه البحري والقاهره الكبرى وحتى شمال الصعيد، مائل للبروده على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البروده ليلا على كافه الانحاء بيصل الى حد الصقيع على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء. من المتوقع ان شاء الله يوم الجمعه هنبدا تحسن الاحوال الجويه، وتنحصر فرصه سقوط الامطار الخفيفه على السواحل الشماليه والوجه البحري، يعني بشره خير كده الجمعه هنبدا نشوف بعض التحسن. وكما بيشهد يوم الجمعة شبورة مائية على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على المناطق القريبة من المسطحات المالية والمزروعات، ونشاط الرياح هيكون على السواحل الشمالية وجنوب سيناء. أما عن يوم السبت، فيوم السبت بتشهد إبلاك شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وحتى شمال الصعيد، خصوصا في الأماكن القريبة من المسطحات المائية والمزروعات حتى الساعة 7 فجر. الدكتورة إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية قالت اليوم السابع إن البلاد شهدت من 10 أيام موجة شديدة البرودة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والساعات الماضية وصلت ذروة هذه الانخفاضات في درجات الحرارة، حيث سجلت محافظة القاهرة في العظمى 12 درجة والصغرى وصلت 5 درجات مئوية. وأضافت إن محافظات جنوب البلاد درجة الحرارة العظمى بتتراوح من 17 إلى 18 درجة، ولكن الصغرى بتصل إلى 3 درجات، وده يعني خصوصا في شمال الصعيد، وده طبعا انخفاض كبير جدا على الأجواء المصرية. خلونا نقول كمان إن الأحوال الجوية بتبدأ في الاستقرار النسبي زي ما بقول لكم نسبيا بدءا من الخميس، ولكن هيكون في انخفاض كبير في درجات الحرارة غدا، وهنبدأ بقى نشوف تحسن طفيف بداية من يوم الجمعة.
يعني دي ابرز المعلومات المتاحه حتى الان عن الطقس. فيعني ان شاء الله من بدايه من بكره الناس تلتزم باللبس الشتوي الثقيل. طبعا يعني غالبا شهر يناير كله هتكون شهر فبراير كله يعني اللي باقي من يناير وبدايه شهر فبراير هيبقى فيه هذا الاستمرار في انخفاض درجات الحراره، ولكن يعني هيبدا بقى يتحسن يمكن بعد 10 او 15 يوم نبدا نشوف بعض التحسن في درجات الحراره. اهل هنا اللي بيسالونا طقس هنا، طقس هنا احنا قلنا بكره العظمى 15 درجه والصغرى 5 درجات، وده طبعا يعني طقس شتوي من العيار الثقيل، ويعني الصعيد هيعيش اجواء اوروبيه وطقس اوروبي خلال اليومين اللي جايين. فتحياتنا لاهل هنا وتحياتنا لكل متابعين تلفزيون اليوم السابع. زي ما قلنا لكم النهارده الطقس كان بارد جدا، بكره ايضا هيكون بارد جدا، فاستعدوا بكافه الملابس الشتويه الثقيله. ان شاء الله بدايه من يوم الجمعه هيبدا التحسن التدريجي، الجمعه والسبت مش هيبقى تحسن كبير جدا ولكن ان شاء الله هيكون تحسن تدريجي. ده كان بث مباشر جديد من اليوم السابع، شكرا لمتابعتكم وتابعونا دايما على تلفزيون اليوم السابع، شكرا لكم.